أيما أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط العاشر الخاص بالثنايا الجعدان، المسافة المعتادة والمقررة في سباق صباحي هذا اليوم هي 6 كيلومترات من أشواط السرعة، أشواط التحدي، ولا يزال التوقيت صامدا مشاهدينا متابعينا الكرام تحت أقدام صوغة التابعة لهجن الرياسة بدولة الإمارات بقيادة المضمر سعيد بن شطيط الوهيبي في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 6 ثواني 71 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة بدولة الإمارات، والتهاني دائما للشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. نسير بصدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط يحمل في طياته الأسامي والشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. نتابع المقدمة والاندفاع المتميز، وأرى الغزال على مقدمة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوب علي بن عبد الله الهادفي من يتابع هذا الانطلاق. ولكن التغييرات من عز الجيش اللي قاد المجموعة سعيد بن علي الحفار المري في متابعة وانطلاقة عز الجيش على الصدارة. ثانيا أرى التحديات لهملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة سعيد بن عبيد الحميري. ثالثا نتابع الانطلاق للغزال لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وعلي بن عبد الله الهادفي مضمرا لانطلاقة الغزال ومتابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. ننطلق مع المركز الرابع، نتابع التحديات في هذه اللحظات. هملول من يتدخل في هذه اللحظات على المركز الرابع، تعود ملكية الخميس بن محمد المريخي ينطلق الى رابع المراكز. وخامسا التحديات في هذه اللحظات، من عناد ينطلق الى المركز الخامس، تعود ملكيته لسعادة الشيخ فالح بن ناصر الثاني وبقيادة عثمان محمد احمد اللي يعلن انطلاقة عناد على خامس المراكز. هذه النتيجة والنداء الاول للخمس المراكز الاولى في هذه التحديات الجميلة في هذه الانطلاقات الصباحية الرائعة. الاندفاع متميز والانطلاق في هذا الشوط والمسار، بنتابع صدارة هذا الشوط وعز الجيش. عز الجيش على المقدمة، من يقود هذا الجيش في هذا الأداء المتميز، في هذا الاندفاع الرائع، في هذا العطاء الصباحي الجميل والتحدي الرائع على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. عز الجيش وسعيد بن علي الحفار المري ينطلق بعز الجيش إلى الصدارة إلى المقدمة. ننطلق مع الغزال في ثاني المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم علي بن عبد الله الهادفي، ينطلق بالغزال الى ثاني المراكز. الاثنين اللي ابتعدوا ابتعاد كلي عن البقيه باداء واندفاع مشاهدينا متابعينا الكرام على الكادر العلوي. ننطلق مع المركز الثالث، تابع ايضا على شاشة التلفزيون التوقيت الافضل والاجمل، توقيت صوغة التابعة لهجن الرئاسة بدولة الامارات وبقيادة الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. ننطلق مع المركز الثالث، ارى التحديات الجميلة، من عناد على ثالث المراكز لسعادة الشيخ فالح بن ناصر الثاني وبقيادة عثمان محمد احمد اللي يعلن انطلاقة عناد اللي بدأ يعاند الجميع مع انطلاقته على ثالث المراكز. رابعا القدوم ايضا والتحديات لهملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، يتابع انطلاقة هملول في رابع المراكز. ولكن التحدي من الجانب الاخر للسراب اللي انطلق في هذه اللحظات الى رابع المراكز، خالد بن سالم بن فاهد الهاجري. خالد بن سالم
بن فهد الهاجري اللي يعلن انطلاقته في هذه اللحظات على رابع المراكز وفي المركز الخامس. التحديات من الجانب الاخر، نتابع الطاير لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب ينطلق الى خامس المراكز، ندانة الثاني، ولكن التحديات والانطلاق للمراكز ايضا والشعارات ما بعد الخمس. هناك كم هايل وسيل قادم بكل قوة، يعلن التحدي، يعلن الهجوم في هذا المسار، في هذا الاندفاع المتميز. نتابع الصدارة، نعود بمقدمة هذا الشوط مع هذا الأداء الجميل، مع هذا الانفراد بالصدارة هذا الشوط، والغزال من قاد المجموعة، الغزال من سيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بهذا الأداء والاندفاع المتميز. الغزال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وعلي بن عبد الله الهادفي يتابع انطلاقة الغزال على الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي من عز الجيش في المركز الثاني، سعيد بن علي بن حفار المري يتابع 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 عز الجيش، الاثنين اللي ابتعدوا ابتعاد كلي عن البقية، ولكن ننطلق مع المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، أرى التحديات من عناد اللي بدأ يعاند وعينه على الصدارة، عينه على مقدمة هذا الشوط. عناد العايدة ملكيته لسعادة الشيخ فالح بن ناصر الثاني وعثمان محمد احمد ينطلق ايضا بعناد الى المركز الثالث. رابعا القدوم ايضا لشاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان ينطلق مع شاهين الى المركز الرابع. خامسا التحديات في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، مع هذا الانطلاق الجميل والتحدي الرائع على المركز الخامس. نتابع الانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التحدي، نتابع الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع التحديات في هذه اللحظات من شعار سمو الشيخ محمد بن مر المكتوم وبقيادة سعيد بن سالم الينيبي اللي اعلن انطلاقته في هذه اللحظات، اللي هو سلهود بالفعل ينطلق الى المركز الخامس. والتحديات جميلة، الاندفاع رائع، التغييرات، ولكن نتابع الصدارة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الاخير. يا سلام، والغزال يرقص على الصدارة على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، الغزال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة علي بن عبد الله الهادفي، ولكن شاهين من يتسلل او سلهود في هذه اللحظات، ولكن شاهين اللي انتزع المركز الثاني، ولكن سلهود ياتي ثانيا لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم اللي نبي يتابع هذا الانطلاق والتحدي. يا سلام لشاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة محمد بن عبد الله بن حميدان، التسلل لشاهين للسير بن محمد العامري اللي يعلن انطلاقته الى صدارة هذا الشوط. سهيل بن محمد بالحطم العامري ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. يا سلام، التحديات جميلة والاندفاع، ولكن شاهين على الصدارة يفرض وجوده بكل قوة على مقدمة هذا الشوط. سلام يا دولة الإمارات، سلام، تهانينا للسهيل بن محمد بن حطم العامري على فوز شاهين بالمركز الأول ولحظات وصوله واغترابه إلى خط النهاية. تهانينا للسهيل بن محمد بن حطم العامري على فوز شاهين بالمركز الأول، لحظات الوصول إلى خط النهاية. بالمركز الثاني شاهين اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الثالث سلهود اسمه الشيخ محمد بن مر مكتوم المكتوم، المركز الرابع يصل فيه هملول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس يصل فيه معزم لعلي بن محمد بن علي المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية، يقطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 35 ثانية
63 جزء من الثانية، تهانينا للسهيل بن محمد بن حطم العامري، بينما اللي وصل في ثاني المراكز. شاهين يقطع المسافة في فترة زمنية مدارة 9 دقائق 37 ثانية، 45 جزء من الثانية. تهاني سمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني أيضا موصولة لمحمد بن عبد الله بن حميدان سلهود، يصل في ثاني ثالث المراكز. 9 دقائق 38 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن